السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل ريفيجن على اول فور ليسونز ان يونت 3. اول فور ليسونز اللي احنا خلاص خلصنا الشرح بتاعهم، ليسون 1 وليسون 2 وليسون 3 وليسون 4 ان يونت 3. قبل ما نبدأ يا شباب كله بيقول بسم الله، يلا بسم الله. choose the correct answer. الصفحة الاولانية اللي معايا دي ريفيجن على ليسون 1 وليسون 2، متفقين؟ طيب معايا هنا، طبعا خد بالك جدا جدا من الاقواس اللي بتتعمل قدامك جوه المسائل، خد بالك الاقواس معموله فين، متفقين؟ هنا اول واحده 100 بلس 100 بلس 70 بلس 4، الكلام ده محطوط في قوس، ملتبلايد باي 6 بلس 80 برضو محطوطين في قوس، والكلام ده ايكوالز ايه؟ طيب انت بس كل اللي مطلوب منك ان انت اجمع النمبرز اللي جوه القوس الاولاني، قولي ملتبلايد باي النمبر اللي موجود في القوس التاني ده ايه. المنظر اللي قدامك ده مش مطلوب منك اكتر من ان انت تعمل اد للنمبرز دي، متفقين؟ يلا نخلص القوس الاولاني اللي معايا، 100 بلس 100 يبقى 200 بلس 70 يبقى 200 اند 70 بلس 4 يبقى 274، يبقى هنا عندي 274. قابلتني ملتبلايد باي نزلتها اهي 6 بلس 80 يعني 86، خلاص هي كده خلصت. تعالى ننزل نشوف فين موجود قدامي تحت نفس التو نمبرز دول، ها 274 ملتبلايد باي 86 هي دي، متفقين؟ طيب تعالى نبص على السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي 3 ملتبلايد باي 61 بلس 5 ملتبلايد باي 61، والكلام ده ايكوالز ايه ملتبلايد باي 61؟ تعالى كده بص تاني على الاقواس اللي قدامك، 61 ده هو الضيف، الضيف اللي دخل عند كل قوس يسلم عليه، صح كده؟ يبقى انت هتعمل ايه؟ انت مطلوب منك تشوف الرقم اللي جنبه هنا واللي جنبه هنا واعمل لهم بلس، 3 بلس 5 equals 8، خلاص هي كده خلصت. distributive property يا شباب، هو خد ال 8 وقسمها، خد ال 8 وايه؟ وقسمها، قال ان ال 8 دي equals 3 بلس 5، 3 بلس 5، وبدأت ال 61 تخش تسلم على ال 3 وتخش تسلم على ال 5 زي ما احنا متعودين، متفقين؟ طيب تعال نبص على السؤال اللي بعده، 40 multiplied by 23، الكلام ده بلس 2 multiplied by 23 equals A multiplied by 23، نفس الكلام. تعال بص كده ال 23 اهي موجودة في القوس الاولاني وفي القوس التاني، يبقى انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك تاخد النمبر ده والنمبر ده وتجمعهم مع بعض، تجمعهم مع بعض، 40 بلس 2 يعني 42. هو يا ميس ينفع وهو بيستخدم الديستريبيوتيف بروبرتي ما يعملش اكسباندد فورم لل 23؟ يعني هو عمل لي 42 عملها لي باكسباندد فورم، لكن ال 23 نزلها جوه كل قوس وهي زي ما هي، ينفع؟ ليها اكتر من صورة، وانت بتعمل distributive probability ليها اكتر من صورة يا شباب، تمام؟ تعالوا نتناقش فيها بره. يعني لما يكون معايا 42 multiplied by 23، احنا اتفقنا ان انت ممكن تكتب النمبرز بتاعتك with expanded form، يبقى 42 دي هتبقى 40 plus 2 multiplied by 23 دي اللي هي 20 plus 3، دي صورة. وتبدأ بقى تروح تشتغل الديستريبيوتيف بروبيريتي، تاخد الفورتي تعمل لها ملتبلاي باي 20 وبعدين بلس فورتي باي 3، بعدين تشتغل على التو تقول لي 2 باي 20 و2 باي 3، صح كده؟ طب شكل تاني اللي هو شغاله قدامك هنا في المسألة، اللي هو عمله هنا، عمل ايه؟ خد الفورتي 2 دي وقال لك الفورتي 2 دي يعني 40 بلس 2، وانا هخليها زي ما هي ملتبلاي باي 23، الرقم التاني ده انا مش هعمل له اكسباندد فورم، ماشي؟ وبعد كده ال 23 هتروح تسلم مرة على ال 40 وهتروح تسلم مرة على مين؟ على ال 2، فيظهر لك 40 multiplied by 23 plus 2 multiplied by 23، الكلام ده هو اللي موجود قدامك في المسألة دلوقتي. بصوا 40 multiplied by 23 plus 2 multiplied by 23، بيختلف الشكل، لكن فاكرين لما حلينا على نفس المسألة أكتر من طريقة وكل الطرق
وكل الطرق وصلتني في الآخر لنفس الناتج، هو ده اللي بنتكلم فيه دلوقتي. مهارة انت لازم تكون فاهمها. متفقين؟ خلاص احنا وصلنا ان انا هنا عندي 42. يلا اللي بعدها 11 multiplied by 3 plus 11 multiplied by 20 plus 11 multiplied by 100. خد بالك انا عمال اكرر مين؟ عمال اقول 11 11 11، فراح مطلع لي بره ال 11 اهو، عمال اكرره. طيب وبعد كده روح اجمع بقى النمبرز، روح اجمع النمبرز اللي ايه اللي معمول لها multiply by 11 دي. معاك 3 بلس 20 بلس ايه 100 100، يبقى 23 123، اهو 123. خلاص كده دي كمان خلصت. متفقين؟ طيب يلا اللي بعدها. هنا بيقول لك 85 multiplied by 69 والكلام ده equal، تمام؟ 80 multiplied by 60 بلس 80 multiplied by 9. حد واخد باله من حاجة؟ هو بيعمل ايه؟ هو عمل expanded form ل 85 خلاها 80 بلس 5 بعدين multiplied by 69 خلاها 60 بلس 9. هو ده اللي هو الوقت شغال عليه. بص كده 80 by 60 اهي، وبعدين 80 by 9 اهي كتبها، بعدين هيروح يشتغل على 5 5 multiplied by، ده كتب لي الاول 9 يا ميس، مفيش مشكلة، 5 by 9 بلس، يبقى ناقص لك 5 by مين؟ 5 multiplied by 60 دي اللي ناقصه قدامي اهي، 5 multiplied by 60. متفقين؟ يبقى انت لازم بس تكون فاهم ان انت لازم يكون عندك الاربع اقواس، ان انت لما تاخد ال 80 هتعمل لها مره multiplied by 60 ومره هتاخد ال 80 multiplied by ايه 9. مش فارق بقى معايا انت خدت 80 by 9 الاول ولا 80 by 60 الاول، لكن فارق معايا ان انت تكتب لي الاقواس دي وتجيب لي الريزلتس بتاعتها وتجمع لي الارقام في الاخر مع بعض، تمام؟ نفس الكلام، خدت ال 5 multiplied by 60 وخدت 5 multiplied by 9، مش فارق معايا بقى كتبت لي 5 by 9 الاول ولا 5 by 60 الاول، لان في الاخر انت هتجيب برودكت وتجمعه، هتجيب برودكت وهتعمل ايه؟ هتجمعه. متفقين؟ ففي الحالتين هيديني نفس الناتج. خلاص خلصناهم. يلا السؤال اللي بعده معايا هنا 50 multiplied by 600 plus 50 multiplied by 30 plus 50 multiplied by 1. خد بالك كده 50 عمالة تتكرر اهي، 50 خلي ركز معايا كده، بلس 3 multiplied by 600 بلس 3 multiplied by 30 بلس 3 multiplied by 1. ها والثري كمان اتكررت في التلات اقواس دول، يبقى اول رقم معاك كان ايه؟ كان 53 لما عملت له expanded form طلع لي 50 بلس 3، يبقى انا معايا 53 multiplied by. الرقم التاني بقى هو اللي موجود ايه في التلات اقواس دول اللي هما 600 بلس 30 بلس 1 631 اهو 631. هو ده هدفك، هو بص الناحية التانية الاقواس التانية 631، يبقى هو خد التو نمبرز وعملهم في الاكسباندد فورم وبدأ يشتغل ايه ديستريبيوتيف بروبرتي، ف 53 بقت 50 بلس 3 و 631 بقت 600 بلس 30 بلس 1. متفقين؟ تعالوا نعلم عليها. انا معايا 53 multiplied by 631 هي دي. متفقين؟ طيب يلا السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك what is the unknown value of the area model of 53 multiplied by 795. طيب تعالى نبص كده على unknown value، القيمة اللي ناقصة أو الرقم اللي ناقص قدامي في الاريا موديل. خد بالك نراجع، 53 كتب لك 50 وادي 3 53 795 700 وادي 90 وادي 5. متفقين؟ طب أنا عايز بس القيمة أو الفاليو بتاعت الريكتانجل اللي فاضي ده، ها يبقى هاخد 50 multiplied by 700 عندي 3 zeros home on the right و 5 by 7 35. يبقى أنا الفاليو أو الرقم اللي هو بيسألني عليه أو اللي ناقص قدامي 35,000 أهو 35,000. متفقين؟ طيب يلا السؤال اللي بعده. A merchant bought 136 boxes of juice for 25 pounds each. الراجل التاجر ده اشترى 136 boxes of juice وكل بوكس منهم each دي يعني كل بوكس منهم سعره 25. How much money did he pay؟ هيدفع فلوس قد ايه؟ يبقى انا مطلوب مني find the product،
خدلي 136 multiplied by 25 اهو 136 multiplied by 25 وابدأ حل معايا يلا 5 by 6 30 0 and carry up 3 5 by 3 15 plus 3 by 18 8 and carry up 1 5 by 1 equals 5 plus 1 6 اجري حطيلي 0 هنا هو في الوانز بليس وشطبلي على الايه على النمبرز اللي موجودة دي 2 by 6 12 2 and carry 1 up 2 by 3 6 plus 1 7 2 by 1 equals 2 ابدأ اجمع يلا النمبرز اللي طلعت معاك 0 plus 0 0 8 plus 2 10 0 and carry 1 up 1 plus 6 7 7 plus 7 14 4 and carry 1 up 1 plus 2 3 طلع لك ايه طلع لي 3400 يبقى هو ده سعر البوكسس اللي هو ايه اشتريها 3400 اهي متفقين طيب بعد كده معايا هنا هوت نمبر 9 اوكي طيب نمبر 9 بيقول لي 24 multiplied by 136 والكلام دوت انهي من الاقواس اللي قدامي دي هتحقق لك distributive probability اوكي 24 يا شباب يعني 20 plus 4 على فكرة اول حاجة فكر فيها انه هيشتغل معاك بالexpanded form بتاعتك اول حاجة فكر فيها عشان دي اول حاجة يعني ما انا ممكن اشتغل 24 دي مثلا 10 plus 14 هتبقى صح ممكن اشتغل 24 دي 12 plus 12 هتبقى صح ولكن اول حاجة وانت بتدور على اختيارات فكر في الexpanded form متفقين 24 يا شباب يعني 20 plus 4 الكلام ده multiplied by 136 يعني 100 plus 30 plus 6 وهنبدأ بقى ايه هو عايز مش عايز الخطوة دي هو عايز الخطوة اللي بعدها هو عاوز الخطوة اللي بعدها اللي هي 20 هتروح multiply by 100 20 multiply by 30 20 multiply by 6 تعال ننزل كده نشوف بص مثلا الاولانية 20 multiplied by 100 اهي وبعدين 20 multiplied by بدل ما يقول لك 30 كاتب لك 3 طبعا الكلام ده غلط خلاص ما تكملش تعال نبص هنا 20 multiplied by 100 تمام بلس 20 multiplied by 30 القوس التاني تمام بلس 20 multiplied by 6 تمام نكمل بقى الدور على الفور 4 multiplied by 100 اهي بلس 4 multiplied by 30 اهي بلس 4 multiplied by 6 اهي اه هي دي هي دي اللي اتحقق لي شكل distributive probability اللي احنا ايه اتعلمناه متفقين طب تعالى نمبر 10 73 multiplied by 24 تمام احنا اتفقنا على ايه اول حاجة هفكر فيها الاكسباندد فورم بتاعت النمبرز اللي قدامي يبقى انا معايا 73 دي يعني 20 plus 3 بعدين multiplied by 24 يعني 20 plus 4 وتعالى نجرب المفروض يبقى انا معايا 20 multiplied by ايه 20 بلس 20 multiplied by 4 تعال نبص كده هنا ده كاتب لي 20 multiplied by 40 بدل 4 بلس 20 multiplied by 2 بدل 20 الكلام ده طبعا ايه غلط بص عينك على طول رفضت الكلام طب تعال نبص على اللي بعدها 70 multiplied by 10 بلس 20 multiplied by 10 بلس 20 multiplied by 4 او طب انا هقف عند دي ثانية حد واخد باله من حاجة ده يميس لما جه عند 24 دي ما عملهاش يا شباب ها 20 بلس 4 ما عملهاش كده امال عملها ايه عملها 10 بلس 10 بلس 4 10 بلس 10 20 بلس 4 يبقى 20 ايه 4 خد بالك ما احنا قلنا ان احنا نقدر نكتب 24 دي باكتر من طريقة 24 دي اول طريقة اللي هي 20 بلس 4 طب شكل تاني 10 بلس 10 بلس 4 وقلنا واحد ممكن يكتب 12 بلس 12 whatever بقى وكلهم هيوصلوني لنفس النتج زي ما احنا متفقين بص كده يبقى 20 طلعت multiplied by 10 بلس 20 by 10 بلس 20 by 4 طب تعالى نتأكد بقى بعد كده الدور على 3 3 برضو يبقى المفروض 10 بلس 10 بلس 4 مش هشتغل بقى مع القوس ده هو شغال لي مع القوس ده اوكي لازم الاقي 3 multiplied by 10 بلس 3 by 10 بلس 3 by 4 اهو 3 by 10 بلس 3 by 10 بلس 3 by 4 اه هي دي اظن كده واضحه الفكره متفقين تعالوا نروح نشوف بقيه الاكسرسايز بتاعنا النهارده
الجزء ده من الريفيجن هيغطي معانا lessons 3 and lesson 4. lessons 3 and lesson 4 متفقين؟ طيب تعالوا نبص كده. مش كل الملتبلاي هحله معاك، لان في حاجات هقول لك اشتغلها انت، لكن الحاجه اللي فيها فكره في الاكسرسايز ده هحله معاك. اوكي تعالوا اول واحده نحلها. ها هو هنا طبعا choose the correct answer 342 multiplied by 19. يلا نكتبها بره 342 multiplied by 19. يلا 9 by 2 18 8 and carry 1 up 9 by 4 36 plus 1 يبقى 37 7 and carry up 3 9 by 3 27 plus 3 بتاعتك يبقى 30. اجري حط 0 هنا واشطب على النمبرز دي. 1 by 2 equals 2 1 by 4 equals 4 1 by 3 equals 3. ابدا اعمل لي بلس 8 بلس 0 8 7 بلس 2 9 0 بلس 4 4 3 بلس 3 6. طلع لي 6498 6498. تعالى نروح نجمع نعلم عليها 6498. تمام. طيب تعالى نشوف اللي بعدها. اللي بعدها ملتبلاي عاديه خالص بقى، هتبدا انت تمسك وتشتغل. اوكي طب هنا كاتب لي 17 ملتبلايد باي 18 والناحيه الثانيه 20 ملتبلايد باي 11. اه ده انا هنا لازم احل السؤال ده لوحده واحل السؤال ده لوحده وبعدين ابدا اقارن بين الناتج اشوف العلامه بتاعتي هتبص فين. تعالوا نحلها نمبر 3. يلا 17 ملتبلايد باي 18 ادي الجزء الاولاني بتاعي 8 باي 7 56 6 and carry up 5 8 by 1 equals 8 plus 5 يبقى 13. وادي الزيرو بتاعي اهو شطبت على الديجيت دوت 1 by 7 7 1 by 1 equals 1 1 by 1 equals 1. متفقين؟ ابدا اعمل لي ايه بلس 6 بلس 0 6 3 بلس 7 10 0 and carry 1 up 1 بلس 1 بلس 1 يبقى معايا 3. طلع لي ايه 306 الناحية دي هروح اكتب 306. ابدأ خد 20 multiplied by 11 الناحية التانية بتاعتك 20 multiplied by 11. ها 0 نزل on the right وبعدين 2 by 1 equals 2 و 2 by 1 equals 2 او 2 by 11 22. المهم ان انا طلع لي ايه 220. طبعا العلامة بتاعتك واضح جدا انها هتروح تبص على 306 الرقم الاكبر بتاعك. متفقين؟ تعال نشوف اللي بعده. هنا بيقولك what is the ones digit of the product of 37 multiplied by 124. ده عايز الونز ديجيت بس، خد بالك عايز الونز ديجيت ايه بس. واحد كده شاطر هيقول لي يا مس الونز ديجيت بتاعي يعني هقول 7 باي 4 7 باي 4 ب 28 يبقى هيتكتب 8 في الونز. اه فعلا. ليه؟ لان بص كده لما تاخد 124 ملتبلايد باي 37 طبعا انت بتاخد ال 7 7 باي 4 قلنا 28 8 اند كاري اب تو. انا مش محتاجه اكمل المساله بتاعتي خالص لان هو بيسالني على الونز. لما هاجي اشتغل على ال 3 بحط 0 هنا الاول لما اجي اجمع 8 بلس 0 فهيديني 8. اظن المساله كده الفكره واضحه. انا عندي هنا بحط 0 هو عايز الونز بس بتاع ايه الريزلت اللي هيطلع معاك. فالونز 8 بلس 0 هيبقى عندي 8. اوكي بعد كده هنا بيقول لك which product is not correct. مين من البرودكتس اللي قدامك ده not correct غير صحيح. يبقى انت عندك 3 اجابات صح واجابه مش صحيحه. عشان توصل للكلام ده هتعمل ايه؟ هتمسك مسألة مسألة زي الشاطر كده وتطلعها برة في الورقة بتاعتك وتحل بإيدك وتوصل بقى وانت بتحل مين من الإجابات اللي قدامك غير صحيحة. هتلاقي ثلاثة هتبدأ تعمل جنبهم صح، واحدة هتعمل جنبها غلط ان هي دي ايه اللي مش صح. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول the product of 372 multiplied by 52 is close to e. قريب لمين؟ معنى كده ان هو عاوزك تجيب actual product الناتج الحقيقي وبعد كده تشوف الناتج الحقيقي اللي انت هتجيبه ده قريب لمين من النمبرز اللي قدامي دي. يلا نحلها دي نمبر 6 دي. انا عايز product of 372 multiplied by 52. يلا يا شباب بنحلها مع بعض. ها 2 by 2 equals 4 4 وبعدين 2 by 7 equals 14 4 and carry 1
up 2 by 3 equals 6 plus 1 7 اجري حط الزيرو بتاعك هنا 5 by 2 10 0 and carry 1 up هحطها هنا طبعا ودي هشطب عليها عشان دي بتاعت اللي فاتت بعد كده 5 by 7 equals 35 35 plus 1 30 6 6 and carry up 3 5 by 3 15 15 plus 3 يبقى 18 ابدأ اجمع النمبرز بتاعتك ادي بلس بتاعتي 4 بلس 0 4 4 بلس 0 4 7 بلس 6 13 3 and carry 1 up 1 بلس 8 9 وال1 بتاعتي نزلت نقرا الرقم اللي طلع قدامنا 19344 تعال نروح نبص بقى على الاختيارات اللي قدامنا مين من الارقام دي قريب close to يعني قريب ل 19344 خد بالك 19000 ها هيبقى 7000 لا ده بعيد 15000 لا مش بعيد 20000 او 20000 طبعا قريبه من 19344 تمام وهنا طبعا في 10000 برضو ايه بعيده متفقين السؤال اللي بعده هنا بيقول لك estimate the product بتاع ايه بتاع 971 multiplied by 23 طيب انا معايا اهو 971 multiplied by 23 وهو مش عاوز الناتج الحقيقي هو عايزك تعمل استيميت واتفقنا واحنا بنعمل استيميت بنعمل استيميت to the greatest place value طيب greatest place value هنا ايه اللي هو hundreds تمام يبقى انا عندي two zeros on the right اهم وبعد كده هعمل ادي لاين وادي سيركل السيفن دي بور ولا ريتش ريتش يبقى هتدي للناين وان ناين بلس وان يبقى تن طب 23 وانت بتعمل لها راوند هعمل لها راوند تو ذا نيرست تنز هنزل زيرو اهو وادي لاين وادي سيركل الثري دي بور ولا ريتش بور يبقى مش هتدي حاجه للتو فهتنزل تو زي ما هي بالمنظر ده مطلوب منك نعمل ملتبلاي ل 1000 ملتبلاي باي 20 عندك كام زيرو ادي 4 زيروز اهم ادي 3 وادي 1 يبقى في 4 زيروز نزلوا اهم و2 باي 1 ايكوالز 2 طلع لي 20000 يلا نروح نحلها 20000 اهي تمام هنا بقى بيقول لك 327 ملتبلايد باي 53 دي ناحيه هنخلصها ونجيب الحل بتاعها وهنا 199 ملتبلايد باي 43 برضو الناحيه الثانيه هنخلصها ونجيب الحل بتاعها وبعد كده تشوف العلامه بتاعتك هتبص فين احنا عملنا زيها دلوقتي احنا لسه عاملين واحده زيها اوكي فانت بقى زي الشاطر كده تحلها لوحدك متفقين تعال نبص على نمبر 9 هنا كاتب لي 320 ملتبلايد باي 15 والكلام ده ايكوالز ايه ولو خدت بالك الاجابات هنا كاتبها بشكل مختلف شويه يعني كاتب لي 48 ولا 48 هندردز ولا 48 تنز ولا 48000 عشان كده انا هحلها معاكم دي اوكي انا هاخدها برا ونحلها مع بعض عشان نروح نختار مع بعض الاجابة بتاعتنا انا معايا 320 multiplied by 15 زي ما انت شايف خلاص بالمنظر ده طيب نتفق اتفاق اللي هو ايه يا ميس اللي هو الناتج بتاع 320 multiplied by 15 ده هيبقى نفس الناتج لما تعمل 32 multiplied by 15 مع فرق وحيد انك هتحط الزيرو هنا on the right انا هروح احل المسألة دي دلوقتي والناتج اللي هيطلع لي هنا هكتبه جنب الزيرو اللي انا كتبته ده الزيرو نزلت اهو وهبدأ احل 32 multiplied by 15 خلاص انا كتبت الزيرو عشان ما انساهوش وما يلخبطنيش عشان ما انساهوش في الاجابة بتاعتي وما يلخبطنيش وانا بشتغل بيه هنا متفقين يلا نحل بقى معايا 5 by 2 equals 10 0 and carry 1 up 5 by 3 15 plus 1 16 تمام حط 0 on the right بقى اللي هو الزيرو اللي موجود هنا دوت واشطب لي على ال 1 دي 1 by 2 equals 2 1 by 3 equals 3 تمام ابدأ اعمل لي plus ادي 0 وهنا 6 plus 2 يعني 8 1 plus 3 يعني 4 طلع لي هنا 480 هكتبهم هنا اهو 480 طلع الريزلت بتاعتي في الاخر كلها ايه 4800 تمام طب يا ميس لو انا اشتغلت المسألة وحبيت احلها وهي النمبرز بتاعتها زي ما هي كده ايه المشكلة مفيش اي مشاكل انا اديت لك فكرة
انا اديت لك فكرة ان انت حطيت الزيرو وخدت الارقام التانية ورحت حليت. طب انت مش عايز ده، حلها عادي يعني اهو. بص 320 multiplied by 15 واشتغل عادي جدا. 5 by 0 0, 5 by 2 10 0 and carry 1 up. 5 by 3 15 plus 1 يبقى 16، وال 16 هتتكتب على بعضها كلها زي ما انت شايف. بعد كده نزل لي الزيرو بتاع ايه، بتاع ان انا هبدا اشتغل على ال1، وال1 دي موجوده في التنز، فانا حطيت الزيرو ان انا حافظت بقى على مكان ال1ز بليس بتاعي هنا. اوكي 1 باي 0 0، 1 باي 2 ايكوالز 2، 1 باي 3 ايكوالز 3، وابدا اعمل بلس. ادي 0 و0 بلس 0 0، 6 بلس 2 8، 1 بلس 3 4، برضو طلع لنا 4800. انا اديتك اكتر من شكل وانت بتحل اهو، 4800 4800 براحتك يعني. تمام طيب انا معايا الناتج بتاعي 4800، مين من الارقام اللي قدامي دي ايكوالز 4800 يا شباب؟ خد بالك 4800 يعني انا عندي 2 زيروز اهم، 2 زيروز دول ممكن اشيلهم واحط مكانهم كلمة 100 100، يبقى 4800، يبقى انا شلت ال 2 زيروز وايه وحطيت كلمة 100، متفقين؟ يبقى 48 نزلت اهي، وال2 زيروز اتشال واتحط كلمه 100، اللي هي لما اشيلها اجي احط تاني ال2 زيروز. واضحه؟ طيب هنا بيقول the missing number in the product is a، طبعا هو مديلك ستاندرد الجوريزم زي ما انت شايف كده، وعايز missing number، عايز النمبر اللي المفروض يتكتب في الحته دي. تمام طب الحته دي المفروض ان انا بمسك ال4 وابدا اعمل ملتبلاي في النمبر اللي قدامي. 4 باي 3 12 2 and carry 1 up. 4 by 2 8 8 plus 1 9. 4 by 7 28. يبقى هو ده الميسنج نمبر اللي بيسألني عليه، 2892 2892. هو ده. تمام احنا كده خلصنا الريفيجن بتاع النهاردة. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب، وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بأكمل معاكم. لايك وشير عشان الكل يستفيد. يلا سلام عليكم.